اهلا تحية عم بوعجلة دروب مرتفعات ابو غيلان اليوم ما شاء الله الطلعة الثانية ما شاء الله. ربي يحفظك عم بوعجلة. ربي يحفظ الشباب. ربي يحفظك يا شباب انت الشباب ما شاء الله. شباب جدايم وشباب ليبيا كل تحية خاصة لكل مريض يحمل اي مرض وخاصة مرض السرطان. اخوكم اعاني من مرض السرطان وتماثل الى الشفاء الحمد لله. هذه رسالة نفسية رسالة معنوية للإخوة. يا سلام نور يا عم بوعجلة نور. اللهم احفظ الشباب يا رب. عم بوعجلة شدها من النهاية لك. تحية للكابتن وسام. رب يحفظك يا غالي رب يحفظك ويوفقك إن شاء الله. وسام من عياد تحية لي تحية خاصة. نسأل الله أن يشفيكم. يا رب. من السماء ندعوكم. ما فيش استسلام للمرض هذا. عم بوعجلة اليوم يخوض تجربة الطيران الشراعي معانا ما شاء الله. نعم رب يحفظك. نعم يبقى الامل دائما يبقى الامل تبقى الحياة. رب يحفظ. رب يحفظ ان شاء الله. ما شاء الله. نور عم بوعجلة منور. يهدي المسؤولين بلادنا كل كلمة. من ويدك يفتح ايدك الثانية زي. يا سلام. يا سلام يا ودي رب يحفظك يا عم بوعجلة شهادة بالله ما شاء الله عليك الحق. شوف يسار هاي الكاميرا يسار. يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام من مدينة الزاوية احد مرضى السرطان نسأل الله ان يشفيه يخوض اول مرة تجربة طيران شراعي مع نادي طيران جدائي ونادي طيران ابرني. الف مبروك ان شاء الله. الف مبروك نسأل الله ان يشفيك ان شاء الله الغالي. نسأل الله ان يشفيك. ربي يحفظك. ربي يحفظك بالشفاء. شو شعورك بالله؟ ما يوصف بصراحة. شنو حسيت؟ عبارات تعجز والله. ضيع العبارات في اللحظات هذه بصراحة. ايه لا يسعني الا نقول ان شاء الله ربي يحفظ هالشباب. مدرب طيار اشرف الصغير ما شاء الله. مدرب القدير اول شخص دربني على الطيران الشراعي في ليبيا. هذا الثمار نتاعك. ايوه ربي يحفظك. شو المعنويات توك؟ لا اله الا الله زي ما قلت لك يا كابتن والله تعجز. معنويات مليحه ولا؟ يا سلام باي باي. قمه السعاده بصراحه. الفضل لله وليكم انت. بارك الله طبعا فيك. الكابتن وسام ما انكرش جميلك وفضلك قال الفضل لله بارك الله. اشرف المعنويات توحديد. الصغير